فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن عليكم. يسأل باخت عن شهر رجب، وهل هناك فضائل لهذا الشهر غير أنه من أشهر الله الحرم؟ لم يثبت في فضل شهر رجب شيء إلا كونه من الأشهر الحرم فقط. والأشهر الحرم ثلاثة متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب هذا منفرد، فهو من الأشهر الحرم. وأما تخصيصه بعبادة من العبادات فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع أن يخص بصلاة. ولذلك تخصيص بعض الناس له بالصلاة الرجبية، وتخصيص بعضهم أول جمعة في رجب بالعمرة، هذا من البدع. كذلك تخصيص أيضا رجب بالصيام، هذا أيضا من البدع. كذلك حتى تخصيص رجب بالعمرة لم يثبت فيه شيء. وقد روي عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، فأنكرت عليه عائشة وقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا في ذي القعدة. ثم إن ابن عمر يعني قالت عائشة هذا وهو ساكت، فكأنه رجع إلى قولها. إذن لا يجوز تخصيص رجب بأية عبادة من العبادات، وإنما هو شهر كسائر الشهور. وقد صنف الحافظ ابن حجر العسقلاني صنف رسالة في هذا سماها تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، وخلص إلى أنه لا يثبت في شهر رجب شيء معين، فلا يخص بعبادة من العبادات. والإنسان يعبد الله تعالى كما شرع الله، ليس كما يستحسنه هو بعقله. وأصل البدع قائم على الاستحسان العقلي، أصل البدع، كل البدع قائم على الاستحسان العقلي. يستحسن الإنسان بعقله شيء ويفعله. العبادات مبنى على التوقيف وعلى الدليل من الكتاب والسنة. إذا لم يوجد دليل من الكتاب والسنة فالأصل فيها الحظر والمنع. ولهذا عند أهل العلم قاعدة، وهي أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته. وهذا بخلاف المعاملات، فإن الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمهم. فالعبادات إذن نقول الأصل عدم المشروعية إلا ما ورد الدليل بمشروعيته. من قال إن شهر رجب يخص بالصلاة أو بالصيام أو بعمرة أو بأية عبادة، نقول أين الدليل؟ كل الأحاديث المروية في ذلك ضعيفة ولا تصح من جهات الصناعة الحديثية. وعلى ذلك فنتمسك بالأصل، وهو أن الأصل عدم المشروعية. وعلى ذلك فشهر رجب كغيره من الشهور، إلا فقط أنه من